بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف أستطيع أن أغض بصري؟ سنذكر اليوم الحل بإذن الله عز وجل، بل وفي النهاية سأعرض عليك عرضا كبيرا، هو أكبر عرض في البرنامج كله، سأخبرك به في آخر الحلقة. ولكن قبل أن نبدأ بالحل، توجد أوهام نريد أن نتخلص منها. إذا لم نتخلص من هذه الأوهام فلن نتمكن من غض البصر. ما هي هذه الأوهام؟ يا الله يا الله، يوجد وهم كبير يسيطر على من يحاول غض بصره، وهو أنه يقول: أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أغض بصري، حاولت ولا أستطيع، هذا أمر فوق طاقتي. لا، بل تستطيع. وهذا الكلام ليس أكثر من خدعة إبليسية صدقها الكثيرون. والله تستطيع. أتريد الدليل؟ كن معي في هذا المثال. لو أن سفاحا مجرما وضع السيف على رقبتك وقال لك: ستخرج زوجتي الجميلة الفاتنة من هذا الباب، إذا نظرت إليها ذبحتك الآن. فخرجت زوجته، هل ستنظر إليها؟ والله لن تنظر. طيب، إذن تستطيع. بل سأذكر لك مثالا آخر، أترك الآن هذا المثال السابق، أتركه، يوجد مثال آخر أبسط من هذا، وأي واحد منا يمكن أن يتعرض له. لو أن رسالة إلكترونية جاءتك على جهاز الكمبيوتر وفيها صورة مغرية لأجمل امرأة في العالم، ولكن هذه الرسالة فيها ما يسمى بالفيروس، إذا فتحت الصورة فسوف يتلف جهازك وتذهب كل المعلومات والبرامج التي فيه، هل ستفتحه؟ تفتحه؟ طبعا لا. إذن أنت تستطيع أن تغض بصرك. سبحان الله، في حال إذا تهددت حياتنا بالخطر فإننا نستطيع أن نغض أبصارنا كما حدث مع السفاح، وإذا تهددت أموالنا وأجهزتنا الآلية بالخطر فإننا نستطيع أن نغض أبصارنا كما حدثنا مع الفيروس في الكمبيوتر. وأما إذا تهددت حياتنا بأن يصيبنا غضب الله تعالى فإننا لا نستطيع أن نغض أبصارنا. أليس غضب الله أضر من الفيروسات بكثير، وأضر من السيف بكثير، وأضر من كل شيء؟ بلى والله. فاترك عنك وهم أنك لا تستطيع، فهي خدعة قديمة من الشيطان، أنا أعرف أنها لن تمر عليك. يا الله يا الله، إذا اتفقنا على ترك هذا الوهم فيمكننا أن نبدأ حل مشكلة غض البصر الآن. الإنسان الذي يريد أن يغض بصره هو أحد شخصين لا ثالث لهما، إما أن يكون متزوجا وإما أن يكون غير متزوج. أما المتزوج فالحل أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، يعني فليجامع زوجته بالحلال، قال: فإن ذلك يرد ما في نفسه. وصدق عليه الصلاة والسلام، سوف تنتهي المشكلة مباشرة. طيب، ومن لم يكن متزوجا؟ بسيطة، يتزوج. فإذا كان لا يستطيع الزواج فيوجد أيضا حل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة أي القدرة الجسدية والمالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي له حماية. يا الله يا الله،
وتوجد صفقة معينة إذا أتممتها بينك وبين الله تعالى فستكون أنت الرابح. الصفقة من بند واحد وهو اترك النظر إلى المحرمات في الدنيا وسيعطيك الله تعالى الحور العين في الجنة. وأيضا أنت أختي الكريمة إذا تعففت في الدنيا فسيعطيك الله من الجمال والحسن في الآخرة ما يفوق الحور العين الذين هم في الجنة، بل سيتمنى الرجل في الجنة أن يتزوج امرأة صالحة من نساء الدنيا لأنها أكثر جمالا وحسنا، وستعيشين هناك في الجنة أجمل لحظات جمالك مع زوجك. الآن أنت مخير أخي الكريم، وأنت أيضا أختي الكريمة أنت مخيرة. هل تود أن تستمتع بالنظر في الدنيا إلى من جمالهم أقل ومدة اللذة معهم ستكون أقصر، أم إلى من جمالهم أكثر في الآخرة ومدة البقاء معهم لا نهاية لها؟ القرار لك. يا الله يا فلنفرض مثلا لو أن شركة عملاقة استقدمت عاملا من دولة خارجية وعرضت عليه العمل عندها لمدة 10 سنوات، والشركة بالتالي يلزمها أن توفر للعامل السكن في هذا البلد، ولكنها خيرته بين عقدين: إما يسكن في شقة عادية طوال مدة العقد طوال 10 سنوات، أو أن يسكن في قصر فاخر ولكن لمدة يوم واحد ثم بعد ذلك يتحمل هو السكن من حسابه الخاص طوال مدة العقد 10 سنوات الباقية. فبالله عليكم ماذا سيختار؟ هل يوجد عاقل يختار القصر لمدة يوم واحد لينام بعدها في الشارع؟ طبعا لا. طيب انسى العقد السابق والمثال السابق انساه. تخيل معي لو كان العقد كالآتي: إما أن يسكن في الشقة العادية هذه لمدة يوم واحد، أو أن يسكن في القصر الفاخر طوال 10 سنوات. لا طبعا هذه لا تحتاج إلى تفكير، واضحة. طيب سبحان الله، نفس الشيء بالضبط بين الدنيا والآخرة: إما أن نأخذ لذة قليلة ومؤقتة في الدنيا، أو أن نأخذ لذة كثيرة ودائمة، لاحظ كثيرة، لذة كثيرة ودائمة في الجنة. من سيختار الدنيا الآن؟ والله الغريب أنه يوجد بعض الناس لا يزال يختار الدنيا مع أنه يعلم أن في الآخرة ما هو أعظم وأكرم وأدوم، لكن سبحان الله أنا والله لا أفهم لماذا، لا أعرف السبب. والله تعالى يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا الله يا يوجد علاج لغض البصر قليل من الناس من يستخدمه، مع أنه من أنفع أنواع الأدوية على الإطلاق. ما هو؟ إنه أن تطلب من الله أن يغض بصرك، وهو سيفعل لك ذلك سبحانه، لأن الله وعد من اعتصم به أن يعصمه وهو قادر على ذلك. لا تستهن بهذا العلاج، والله هذا العلاج استخدمه الأنبياء لحل هذه المشكلة. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز اعتصم بالله فقال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أول كلمة قالها معاذ الله، سأل الله أن يعيذه من هذه الفتنة، وفعلا امتنع عنها لأنه اعتصم بالله فعصمه الله. قال تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. حتى أن امرأة العزيز لما امتنع يوسف عنها مع أنها كانت جميلة قالت عن يوسف: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني تمنع بالله عني. فاستخدم أنت نفس السلاح، كلم ربك كلمه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل له: يا ربي أريد ألا أنظر إلى ما لا يرضيك، اللهم أنت تعلم حاجتي وأنت قادر على أن تعصمني وأنا محتاج إليك، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك،
ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. ادعوه كلمه فإنه يحب أن يسمع منك وسيستجيب لك، صدقني سيستجيب لك، لكن اسمعه صوتك. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاستهدوني أي أطلبوا مني الهداية وسوف أهديكم. يا الله يا الله. ومن أقوى العلاجات النافعة أن تستحضر مراقبة الله لك، وأن رؤيته لك أسرع من رؤيتك أنت للمحرمات. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. لا خوف من الزوجة ولا من الوالدين ولا من أحد. قال تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأنت يمكنك أن تختفي عن أعين الناس، لكن مستحيل أن تختفي عن عين الله. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا الله يا الله. ثم إن هذه العين لا تستحق أن تمتعها بالحرام، لأنها ستخونك يوم القيامة. إنها لن تقف في صفك بل ستشهد عليك، أنت تمتعها هي وهي تشهد عليك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يختم على فم الرجل يوم القيامة بحيث لا يستطيع الكلام، فيقال لأعضائه انطقي فتنطق بأعماله، فتقول العين أنها للحرام نظرت. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعني يرجع يتكلم مرة أخرى يستطيع، فيقول لأعضائه: بعدا وسحقا لكن، فعنكن كنت أجادل، يعني أنا أحاول أن أوصل اللذة والمتعة إليكم وفي النهاية تشهدون علي. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فلا تتعب نفسك مع هذه العين، فإنها والله ليست كفءا لكي تعطيها ما أرادته من المحرمات. فقط حاول أن تدخل أنت الجنة، لا تحاول أن ترضي عينك، فإنها والله لا تستحق. أهم شيء أن ترضي الله سبحانه. يا الله يا الله. والآن وصلنا إلى العرض الكبير الذي لا يفوت، أرجوك احرص عليه. العرض يقول: لا تنظر إلى المحرمات في الدنيا وسيرزقك الله النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. لأن الله تعالى قال في سورة قاف لأهل الجنة: ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، من هم الذين سيحصلون على المزيد؟ قال تعالى في نفس السورة: من خشي الرحمن بالغيب. فإذا خشيت الرحمن بالغيب ولم تنظر للمحرمات فستحصل على المزيد الذي هو رؤية الله تعالى يوم القيامة. وربنا سبحانه هو أجمل شيء في الوجود، بل لا يوجد من هو أجمل منه سبحانه. والنظر إليه هو أجمل من لذات الدنيا كلها، بل أجمل من كل لذات الجنة أيضا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف لهم عن الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين لنا ولكم.
نلتقي في الحلقة القادمة. يا الله يا الله علمتني كيف أتعامل معك وأطمع في ثوابك.